احكي يعني؟ اي تفضل. Yeah. حول من وجهه نظرك. حول قضيه مع المي وهذه قضيه الاهوار وقضيه الفقدان. بالنسبه من سقوط النظام لحد الان الاهوار عطشانه. الاهوار جففها النظام السابق وقطع حبس دود في سبيل الكرسي. الان الان النظام السابق راح انتهى والان دوله ديمقراطيه وامريكا والغرب من اقرب اصدقاء العراق. احنا وين نروح؟ الان دوله احنا ضعيفه. اتركي هيمنت علينا، كثرت السدود، قطعت المياه عن حصة العراق من المياه انتهت، اهوارنا عطشت، عرب الاهوار الان يعانون من شحة المياه، مواشيهم بدا بها الامراض، ايضا قلت عندنا الطيور المهاجره، الفطريات، الطيور المهاجره الان قلت في سبب شحة المياه، لذا نطلب من الخيرين والشرفاء والمنظمات الانسانيه والاتحاد الاوروبي والدول الامريكيه اللاتينيه وكل انسان خير وطيب وشريف ان يعطينا حصه مياه، يضغط على تركيا باعطاء العراق حصته من المياه لانعاش اخوار جنوب العراق. هذا مطلبنا الوحيد، نطلب من كل خير وكل شريف وكل صادق وكل رئيس وكل ملك وخاصه الاتحاد الاوروبي ومنظمه المجتمع المدني بالضغط على دوله تركيا بايقاف هذا السد القهار حتى يتدفق الماء الى العراق وإنعاش جنوب العراق، أهوار العراق، أهوار كبيرة جدا، مساحة أكبر مساحة لبنان، تتنوع بها الأسماك والنباتات وأيضا الطيور المهاجرة والطيور المحلية، الآن في هذه الحالة إنتاج أهوار جنوب العراق يوميا أكثر من 15 طن من الأسماك يصدر إلى خارج محافظة ذيقار، مع العلم اكتفاء ذاتي عندنا اكتفاء ذات المحافظة ويصدر أكثر من 15 طن من الأسماك بأنواعه إلى المحافظات الغربية والوسطى. لذا نطلب من الخيرين والشرفاء والمنظمات الإنسانية بالضغط على دولة تركيا بمنع هذا السد وإيقاف هذا السد حتى يصل الماء إلى جنوب العراق وإنعاش أهوار العراق. وشكرا.